المرجو الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى تتوصلوا بجديد الحلقات. مرحبا بكم في عائشة ريسيبيز وصفات عائشة. وصفة اليوم عبارة عن شوسون بالفرماج. سأحتاج في المقادير عجينة المغلقة، سيجدون الرابط أسفل الفيديو، بيضة كاملة للدهن، وخمس حبات من الفرماج للدهن خاص، يعني هذا العادي ممكن استخدام أي نوع من الفرماج المتواجد في المنزل. أول شيء نقوم به هو مد العجين، نزيل البلاستيك الغذائي، ومهم جدا لحمايتي من الجو حتى تتكون قشرة. نضع قليل من الدقيق نسهل علينا عملية مد العجين، ونقوم بمدها جيدا حتى نحصل على عجين رقيق جدا. نقوم بوضع قليل فقط من الدقيق في الآلة كي لا تلتصق بالمدلك. نضع الآن على العرض. في كل مرحلة نضيف قليل فقط من الدقيق حتى لا تلتصق. بعد ما انتهينا نأخذ قطعة، يبقى الحجم حسب الرغبة. نقوم بتقطيع دوائر، نأخذ كل دائرة نضع قليل من الدقيق حتى لا تلتصق بسطح العمل، ونأخذ المدلك ونمرره عليها فقط بهذا الشكل لكي تعطينا شكل لشوسون. نأخذ الجبن، بالنسبة لي هنا هي صغيرة، سأستخدم فقط ربع الحبة. نأخذ البيض نخفقها قليلا، ونمررها في الجوانب بهذا الشكل حتى تلتصق الجوانب مع بعضها البعض، ونغلقها جيدا. نفس العملية بالنسبة للأخرى. نضع الجبن، نغلق بالبيض، ونغلقها جيدا. نستمر بنفس العملية حتى ننتهي من كمية العجين الذي لدينا. بعدما انتهينا قمت بوضعه في صفيحة الفرن عليه ورق الطهي. بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بقليل من البيض حتى تعطيه اللون الذهبي. نسخن الفرن من قبل درجة حرارة 180، تطهى لمدة 35 دقيقة. لي شوسون بالفرماج من بعد ما كيوجدو فهما كيكونوا بهذا الشكل هذا. باش تنجح ليكم فمن الاحسن يكون الفران هادئ بزاف ويكون سخون، باش كي ملي كندخلوهم الفران كيتشوكاو وكيتنفخوا. كنتمنى تجربهم لانهم كيجيو هائلين واقتصاديين، لان لاباط فيتي ممكن تحضروها وتحطوها في المجمد، والفرماج المثلجات راه ديما عندنا في الدار. كنتمنى تجربوها وتعطوني ارائكم وكذلك اقتراحاتكم باش نوجدها لكم في حلقات مقبله. غادي نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل، فما كيجيو مقرمشين
والداد. انا هنا خليتهم حتى بردوا، حتى بردوا الفرماج اللي فيهم الداخل كما كتشوفوا العجين المورق الطبقات ديالو كي دايرين، وكذلك الفرماج كيجي في الوسط. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم، ولا بغيتوا ديما تشوفوا جديد ديالي تابوناو فلاشين. نشوفكم في حلقات اخرى مع وصفات جديده. الى اللقاء.